حمزة الصديق ولد سيدي فني 1/2/1997 ميرميزو اكي اي فيديليو رابوري فناو. بالنسبة للدراري اللي جون كبحاليك بحالكا تيجيهم عادي الراب ديالي وتسيبورتوني وتشجيعات، بالنسبة للناس الكبار تيجيهم الراب تخربيق كما تيقولون. الهدف ديالي بالنسبة لي انا هاد الراب اللي تندير هو نوصل لي ميساج ديالي كاملين، كبحالاش تنعيش، كبحالاش يعيشو الدراري ديالنا، كبحالاش عايشين في ديك المدينة وشحال من حاجة. المهم من هادشي كامل هو الميساج يوصل للناس اللي باغيين يوصل لهم الميساج. اما بالنسبة للتراك ديالي ولي كليبات وداكشي راه تنديرو مارانا راسي بفلوس ديالي وكامل، وكاين واحد الدر اللي هو تيتعاون معايا ديما ماديا ومعنويا هو عبد الصمد الكنياوي، هذاك بالنسبة لي هو كلشي حاليا في سيدي. بالنسبة للأعمال المشتركة ان شاء الله اللي غتكون هاد العام هذا هو كاين فيتيرينغ مع طارق ميكوس، وكاين مع زيد بلاك اللي هو ولد سيدي فني تا هو، وكاين مع ام سي كريم ولد تيزنيت، وام سي سنايك اللي هو ولد فاس. وفكرت في واحد القضيه اللي هي بغيت نجمع كاع الروابط ديال تيزنيت وديال القلميم وديال سيدي فني باش يدار واحد الفيت اللي هو ان شاء الله يكون كبير. اخر كلمه هو تنشكر صاب البرود على الاستضافه ديالنا، تنشكر كاع الدراري اللي واقفين معايا، وتنشكر جروب فيديليو الدراري الواعرين يعقوب وعبد الصمد الكنياوي والدراري كامل من اتال زيد الحمد لله. وان شاء الله يكون شي حاجه واعره، وتسناو ان شاء الله ميكس طاب في جاي هاد السيمانه هادي.